خلي الناس تتكلم معاه، ما انا في الدار انا وكوني تعيش. وهو ما يجي يطلع، هو ما يجي يدخل الطاسه العربيه ويجي. لما يطلع يتكلم ما يجي يكلمه على الناس. انا كنت في مجال ما عرفتش اتكلم معاه. هناك واتر ما فين الورق ده؟ الورق هناك في الطريق ودروب. طب واحنا نروح نجيب ورق؟ يا اشرف والله هيرموه. ده والله الورق بيترمى والله. انت احسن الكلام. انا لما اقول له حطهم في دماغ واحده لا 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 مش هينفع يا محمد. تعالوا زول تعالوا زول تعالوا زول اسمع من ده اسمع من ده ماشي من ده واحد واحد لا ما عندي بقى خارجه. عملوا مؤتمر والناس قعدت معاه وهنا بقى اوعى بعيد اوعى بعيد.